هلا فينا نعطي كم تبع، نحن عم نقول انه عم نشجع انه تعوا على الثيرابي ما نعيب، بالعكس بترتاحوا. اذا بدنا نعطي تب عن جد حبوا حالكم، يعني عن جد اليوم طلعوا شوي حواليكم وشوفوا ما في حدا بيرفكت، ما في حدا ما عنده شغله بشعه بشكله بشخصيته بطبعه، ما في حدا ما بيعمل مستيكس، ما في حدا الا ما بيعمل بيمرق بموقف محرج، ما في حدا بيرفكت. يعني جربوا انتبهوا شوي انه هالاشياء اللي بتضايقكم، انه يعني مثلا الفشل، انه كلنا بنفشل شو يعني، او البودي ايمج، النصاحه وبعرف طلع على حبه عيونه مدري كيف، انه كلنا ما في حدا شكله بيرفكت، انتركنا كلنا انتركنا، انه منا محرس. حبوا حالكم، حبوا الفلاز. يعني في اوقات هيدا المفهوم انه انا اليوم بدي احب حالي لانه بس صير بيرفكت بحب حالي، لا ما مش هيك. الحب النفس انه انا اول شيء بدي اشوف الاشياء البوزيتيف، مش بس ركز على النيجاتيفز او الفلاز اللي عندي، بدي اشوف عندي اشياء بوزيتيف وعندي اشياء نيجاتيف وفلاز مثل كل العالم على الكره الارضيه، and it's okay. وحب حالي مش يعني ضلني محلي، حب أكيد. حالي يعني حب اللي موجود واشتغل على حالي لحتى اتحسن لحتى اتطور، مش انه ولا انا بدي احب حالي وخلص وما بقى اعمل شيء وانتم كلكم حبوني، لا يعني حب حالي بس اشتغل على حالي بنفس الوقت، اقدر الموجود واشتغل على اللي عبالي اني حسنه. اذا ما اشتغلت على حالي ما في اصلا حسن، يعني دائما الاشخاص اللي قاسي على حالها بتخاف تكون شوي لينه او شوي كومباشنت مع حالها، انه لما تقولي للكلاينت مثلا انه انه اتس اوكي هالمستيك، انه منا ابيك ديل بتفسري عنه هيك، بخاف انه لا ما في اقول لحالي اتس اوكي، كانه انا اذا قلت لحالي اتس اوكي رح ابقى محل، نحن ما عم نقول هيك، اتس اوكي بعمل احسن المره الجاي، اتس اوكي بتعلم منه، ابسولوتلي بتعلم منه، سو اتس اوكي وبكمل. ولانا اقدر اشتغل على حالي الفلوز وسم فلوز فينا عم اشتغل عليهم يعني كمان، وانا اخر الدنيا لانه الامبرفكشن احلى، ايه يعني اساسا الامبرفكشن حلو، واتس رياليستيك انه نكون بلا فلوز، سو بدي ارتاح مع حالي تقدر انا اشتغل على الفلوز اللي عبالي اشتغل عليهم. اذا بدي اعطي تب انا كمان شيء بنسميه بالثيرابي وبنشتغل كثير عليه اسمه سيلف كومباشن، سو انا اذا كل الوقت ديالوج مثل ما قلنا كل الوقت عم بحطم انا ما بفهم انا فاشل انا مش طالع من امري شيء اكسترا، بدي علم دماغي لانه دماغنا قادرين نحن اول شيء يا قادر يضحك علينا يا قادرين نرجع نبرمجه، اذا مجرد ما برمجنا دماغنا يوميا بدل ما هالحديث انه انا ما بفهم ما بعرف نبلش شوي نحكي لحالنا انه اتس اوكي ما بيأثر، انا غلطت عملت شيء فشلت فيه بس مش يعني انا فاشل، الحديث الانترنال نبلش شوي نغيره، ما عم بقول يكون ايجابي وانا بعقد وانا احلى انسان على الكره الارضيه، بس يبلش يصير حديثنا لحالنا شوي موضوعي، بهيدي الطريقه كمان بنقدر نخفف شوي هالبريشر على حالنا وشوي الانكزايتي وشوي المود، وبنقدر كمان نعلي نطفي السلف استيم. وات ايلس هيا حبيت شو عم تقولي عن انه انا ما بدي اشوف حالي بوزيتيف، انه يعني اليوم اذا انا عندي فكره I'm not good enough مثلا، اليوم بالثيرابي بدنا نغير هالفكره، مش بدنا نقول انه انا كوين اوف ذا وورلد وما في حدا قبلي ولا بعدي، هن المشكله هالفكره انه هي كتير اكستريم مش انه النيجاتيف، بدي اشوف حالي بطريقه بالانسد انه I'm okay I'm fine I'm good enough مش انه I'm perfect. هيدا من ميلة، من ميلة تانية موضوع الكمباريزن بحس مهم نحكي عنه، كلنا منقارن حالنا بغيرنا خصوصا لما يكون عندي low self esteem، كل وقت عم بتطلع تيبك أحلى من تيبي، هيدا وصلت على شغلة قبلة، هيدا شخص معه مساري أكتر مني، هيدا تجوزت أنا ما تجوزت، دايما منقارن حالنا بالآخرين، بدنا ننتبه شوي أنه المقارنة أصلا من أساسها biased، يعني أنا اليوم بنقي شغلة ما عندي إياها أو بشع فيها بشوف الشيء اللي أنا ناقصني عند حدا تاني وبقارن هيدي النقطة وبس، بنسى إنه الشخص التاني إنه أوكي عنده شيء أنا ما عندي بس يمكن أنا عندي شيء هي ما عندها إياه، وبنسى شوف حالي أزهول، بنسى إنه أنا اليوم إذا بدي أقارن، طبعاً مع الوقت ما بدنا نقارن، بس إذا بدي أقارن حالي بغيري بدي أشوف حالي كلنا سوا كل الأسبكتس من حياتي والشخص التاني كل الأسبكتس. يعني اليوم مثلاً شخص بيبقى بيشتغل كل النهار ما عنده وقت لحاله، بيقارن حاله مع شخص بيضل بالجيم 24/24 لأنه شغلته يكون بيرسونال ترينر، بتبقى واحدة مثلاً ما بعرف عندها أولاد
عندها كتير مسؤوليات بالبيت بتقارن حالها ل مثلا مره سنجل هلا عم تشتغل ما عندها شيء بحياتها غير شغلها لنفترض، او ما يعني مثلا ما بعرف انا بشوف لتسي وحده مثلا صبية حلوة على السوشيال ميديا، هي شغلتها هي بتشتغل انها تكون عم بتزبط حالها، هيدا شغلها. ما هي انا لزبط حالي بدي وقت بنهاري، بس ما انا كل نهاري عم بشتغل، سو هي شغلها هود الثمان ساعات اللي انا عم بقضيهم او عشر ساعات اللي عم بقضيهم بالشغل، هي هالعشر ساعات عم تقضيهم لتزبط حجبها وتزبط الرمش وتزبط الميك اب، سو اكيد هي بمحل ما يمكن تكون ما بعرف صوره احلى او اب تو ديت اكثر مني باساس. الكومباريزن بدها تكون بالقصص از هول اول شيء، وثاني شيء بدها تكون الكومباريزن ما في انا اليوم مثلا بدي بلش بزنس قارن حالي بحدا صار له 10 سنين بالبزنس 100%. ما في اليوم انا اول سنه لنفترض ما بعرف عم بفتح كلينيك لنفترض قول انا يه بس انا ما عم يجيني كثير بيشنتس مثل حدا صار له 10 سنين. يعني بدي قارن الظروف كمان في هيدا فكرة ما بعرف مين حاطت براس العالم، في كتاب شي محل مكتوب فيه انه كلنا بدنا نمشي بهيدا الباث. موضوع العمر كتير انه انا على 17 بدي اكون لقيت الميجر اللي بدي اياه وبدي افوت على الجامعه، وبعد 3 سنين بدي اكون خلصت هيدا الباتشلر، من بعدها دغري بدي اكون عم بعمل الماسترز سنتين، هالوقت بدي اكون لقيت العريس. ما هيك يعني ضروري ضروري لازم كنت تخرجت وخطبت دغري، ودغري بدي اشتغل سنتين وبدي ترقى بعد السنة، وكلنا لازم نمشي بهيدا الطريقة. بس ما كل واحد عنده، ما بتزبط هيك، انه كل واحد عنده اول شيء ظروفه، كل واحد عنده برايوريتي، اوقات البرايوريتيز بالحياة بتتغير. اليوم انت معقول يكون عندك وقت للشغل وتسبقيني بالشغل لانه انا هلا صاير ظرف معي ماني قادر احط شغلي از برايوريتي، جبت اولاد صار معي شيء، حدا مرض بالعائلة واتأفر، في حدا قدر يسافر لبرا لأنه معه مصاري أنا ما قدرت، مش لأنه هو أحسن مني قدر يدرس برا for example. So لما بدي قارن كمان بدي قارن الظروف. يعني اليوم تنقول عندك two students، لنقول أول student A جايب 8/20 بالمات، و student B جايب 18/20 بالمات. العالم بتفكر إذا أنا بدي أقارن هود التو ستودنتس إنه اللي جايب 8/20 منه شاطر والتاني شاطر، بس هذا الشيء منه مزبوط. إذا أنا اليوم بعمل زوم أوت شوي وبطلع على كل العلامات، يعني يمكن اللي جايب 8/20 مسكر كل العلامات بقى هو منه شاطر بالمات ما بيحب المات، واللي جايب كتير بالمات عامل من مش عامل كتير منيح بغير. سو أنا بدي أشوف كل شيء، وما بدي أشوف بس هيدا السمستر كمان. يعني اليوم إذا أنا بجي بقول لك إنه اللي ما عم يجيب منيح بهيدا السمستر في عنده ظرف بالبيت، أهله عم يتخانقوا عم ينضرب whatever، بتغير رأيك هون أنه لا منه تعيس هيدا الشخص، ولا شاطر بس هلأ مارق بظرف. بتشوف السمسترز اللي قبل واللي قبل واللي قبل، سو بدي أشوف كل شيء، كل شيء عندي، كل حياتي، كل ظروفي بهيدا الطريقة بصير عندي. وبدي أشوف أبعد من السمستر كمان أو أبعد من الجامعة، وبدي أشوف كل حياته. بعد إكزامبل العلامات بس. بس أنه بدي أعمل زوم أوت على كل شيء. وفي شغلة كمان أنه مرات إيه في ناس أحسن منا. أوكي؟ ما أنه بيصير يمكن نلتقى بشخص منلاقي بعدة أمور بحياته زابطين وحلوين فاين، بس مش يعني نحن أقل ومش يعني نحن ما بنسوى. فاين إذا لقينا أشخاص مثلا بكذا أسبكت بحياتهم ماشي حالهم، وبعد زيادة بدنا نتذكر أنه كمان ما حدا رح يجي يخبرنا إذا بأسبكت من حياته منه ماشي حاله. الناس بتتخبى بس تكون منه مرتاحة مع حاله. يعني اليوم إذا في شخص ملاقيته أنا شاطر بالشغل، ما بعرف أنا ظروفه بالبيت، ما بعرف كيف هو مع أولاده مع أهله مع مرته إكسترا. سو نحن عم نشوف الأمور بطريقة أول شيء منا موضوعية، ما عنا كل المعطيات، وثالث شيء عم نتطلع فيها للأمور بطريقة إذا بدك unbalanced أو unfair، بطريقة منا fair. خصوصا بالسوشيال ميديا كنت عم تعطي example، بليز شيلوا السوشيال ميديا عن جد. يعني اي نو سوشيال ميديا عندها كثير شيء، ما فينا نشيل كل شيء، اتس فيري توكسيك. نعمل انفولو للتوكسيك، ايه نعمل انفولو بس نترك فولو للاشخاص اللي طيب بنخلي السوشيال ميديا. بس انتبهوا انه مثل ما عم تقولي ما في حدا بيوعى الصبح منكوش مش مزبط حاله بينزل صوره، انا اكيد رح نزل الصور لما اكون مزبطه حالي اتسترا،
ما في انا اقول انه هالبنت كتير حلوه بدها انه طب ما انا ما بشوفها بلا ميك اب هول غير الفلترز و و و و او ما في حدا بانه ما بتخانق انا مع جوزي وبنزل يوم تخانقت مع انه بنزل لما نظهر مثلا سو طبيعي على السوشيال ميديا حتى الاشياء البوزيتيف والحلوه اند ذات از وركينج سو بليز سوشيال ميديا اذا بدكم تخلوا السوشيال ميديا بدكم تعرفوا انه من الفكره اللي عم تاخذوها عن الشخص منا مزبوطه عم نفرجي بس البوزيتيف اتس نوت ترو سو اذا قلنا عن المقارنه قلنا عن سيلف كومباشن انا بقول كمان زيادة عن هذا الموضوع لحتى نغير شوي بالسيلف استيم بلش نعمل قصص ما كنا نعملها قبل ظهروا بتخافوا من شغله عملوها حتى لو خايفين على القليل بتتعلموا دايما بنقول نحن better انوبس than what if دايما يي صار هيك ما استعلمت منها على انه بركة وبركة وبركة البركة ما بتقدم بتأخر دايما بس نعمل شيء حتى لو ما مشي الحال حتى لو فشلنا بنتعلم منه بس ما بنتعلم اذا بقينا محلنا بالكومفورت زون الكومفورت زون بتقتلنا على السكت بتقتل طموحنا بتقتل نفسيتنا سو دايما طلعوا من الكومفورت زون ما تتفادوا ظهروا عملوا شيء جديد غيروا عن اللي عم تعملوه لانه اذا ضليتكم بالكومفورت زون تبعكم وي ويا وهيدا السلف استيم تبعكم رح يضل محله صح دايما بنقول انه الفشل الوحيد هو انه انا اصلا ما جرب مثلا انا بخاف من الفشل وبدي ضلنا اتفادى وضلنا بالكومفورت زون ما رح يتغير شيء رح افشل ورح نفشل ورح نفشل بس رح نتعلم Absolutely. رح نفشل دايما رح نفشل رح نرفض بالشغل رح نفتح شيء يمكن ما يقلع دغري رح نفوت بعلاقه رح ننترك رح يتركونا رفقه رح نحبهم وهن يمكن ما يحبونا رح يظهروا بظهرات ما يقولوا لنا رح وزننا رح يتغير رح نكبر بالعمر شعرنا رح يهر جسمنا ما رح يضل هو زيته كلهم رح نعيشهم ورح يصيروا بس الواحد لازم يضل عنده تفكير موضوعي انه شو ما صار هيدا بارت من الجروث هيدا بارت من واحد ينضج وشخصيته تتطور والسلف السيم تبعه يضل متوازن